انطلق صبيحة اليوم الطاقم البحار المكلف بجلب الباخرة الجديدة من الصين باجي مختار 3. هذه الدفعة الأولى المتكونة من 10 أشخاص تخضع لتكوين على التكنولوجيات الحديثة والتقنية للباخرة قبل جلبها على أن يلتحق بهم بقية الطاقم على دفعتين، إحداها 20 بحار يوم 17 فبراير القادم، ثم 20 آخرين يوم 23 فبراير من نفس الشهر. التغطية لمالك الكاك. سيتم ارسال 10 من ضباط الشركه ايغوازو اي فون فير اون فورماسيون او فاميلياريزاسيون بارابور زيكيبمون جديد تاع لو نافير هذا اللي بعدا كيكون فوج ثاني لو 14 لو 17 بعدا فوج ثالث 24. هاد الافواج هذو كامل كي جيو يتفورماو سي دي بروفيسيونيل اللي راهم تما. ميم عندنا جروب تراو تما ديجا، عندنا كوموندون اي دو شيف، وعندنا ان جروب ان بيرو ديتود سويس سيكوست لو بيرو ديتود. هادو كامل يفون فورمي هاد ليكيباج، هذا ليكيباج هذا دو تال فاسون كي يجي لهنا راح يفورمي دوتر ايكيباج الحاجه الاهم باخره جديده باش كيما قلت نعاودوا ان شاء الله بربي نعاودوا رونوفليو مصين باخره من صنع صيني، وباش نواكبوا التطور تاع اللي راهو صاري في المجال البحري. بدلا عن ذلك كان جانب تقني حديث، حنا عندنا طاقه وعندنا الكفاءه باش نقدروا نتاقلموا في مرحله زمنيه تتحدد، يعني على حسب كما يقول لك على حسب ليكيبمون لوي ميم. كاين دي زيكيبمون قال لك يطلبوا شهر، كاين مثلا شهرين، كاين تكنولوجيا اللي تطلب تكوين نوع اخر من التكوين.